توقعت انك بتوافقين احنا نورد للشيخ رابح بس. وانت وش اللي خلاك تشك فيني كذا؟ كنت خايف انك انت بس تصرفيني حتى نسلم الطلبيه. طب هذه الطلبيه وخلصناها وبنحضر غيرها ان شاء الله. بس افهم من كذا ان الطلبيه لو ما كانت راحت لرابح وراحت لتاجر غيره كنت بتتركني وتمشي؟ اكيد لا. شكرا لك يا فاطمه. انا ادري انه انت ضحيتي بربح وضحيتي بفلوس كثير كان ممكن تجيك من موضوع التوزيع بس عشان تحميني. هذا المعروف مستحيل انساه لك. ما ادري شلون اقولها لك من غير ما تفهميني غلط بس الله لا يحرمني منك. بالعكس يا سلطان. انا كنت مجرد سبب الله حطه بطريقك. لان نيتك صافيه وطيب وان شاء الله قريب السنه راح تخلص راح تاخذ نصيبك وترجع لبيتك وتاخذ فلوسك بعد. الموضوع ما كان فلوس في بدايته حتى يكون فلوس في نهايته. كنت رافض فكرة السفر عشان ما أترك أمي وأخواتي هناك. والحين خايف إني أرجع عشان ما أترك أشياء ثانية ممكن إنها ما تتعوض. سلطان وش رأيك بطلع بكرة نصرف الشيك وبعدها نتغدى سوا؟ أكيد. من متى هو ما ياكل؟ الحقيقة يا دكتور صار له أسبوعين أو ثلاثة. يا الله يا الله يفطر. ما يصير كذا يا بندر، لازم توقف عن أكل المهدئات اللي أنت قاعد تأخذها وإن شاء الله ما عليك إلا العافية. إن شاء الله. تفضل تفضل. طمني يا دكتور. لا الحمد لله، أنا بمر أشوف إن شاء الله خلال يومين أو ثلاثة، بس المهم نهتم بالأكل والعلاج والنوم، تمام؟ إن شاء الله إن شاء الله. بس المهم صحته زين. لا إن شاء الله تطمن، ما في إلا العافية. الحمد لله. تفضل يا دكتور. تفضل. بإذن الله. قلت لي إني راح أعطيه ضعف المبلغ ولا لا؟ قلت له كل الكلام اللي يخطر على بالك عشان يقتنع ومو راضي. يقول انا ايش ضمني؟ وتخيل يا خالد انه بيقول نهايه هذا الشهر لو ما جاته فلوسه كامله راح يتصرف في الارض ويبيعها. طب شو اسوي الحين؟ الارض راح تضيع مني، لاني قادر ادبر فلوس ولا اسوي ولا شيء. في حل، الحل اللي قلت لي عليه. وش قصدك يعني؟ موضوع يونس؟ انا قلت نسين الموضوع هذا ابد. خالد ليش ننسى القصه؟ ترى جايه في وقتها مزبوط، ربنا جايب لك هو علشان تشتري الارض. مستحيل الموضوع هذا يصير، ما أقدر أضحك على الناس اللي أمنوني على فلوسهم. خالد بالله عليك إيش فيها لو تنازلت شوية؟ أنت من يوم ما دخلت الوصية حياتك وأنت مقضيها تنازلات. بالله جت على هذه؟